رجل وضع مبلغا من المال في بنك من البنوك على سبيل الوديعة بدون فائدة، ولكنه اكتشف فيما بعد أن هذا البنك يعمل ويستغل الفلوس في مشاريع محرمة. ينبغي حفظ الأموال وأن لا تودع في البنوك إلا في تراب مهما أمكن، لكن إذا اضطر إلى ذلك جعلها عند البنك ليحفظها فقط ولا يرضى بالربا ولا يريد الربا ولا يفهم الفائدة، فلا تولى يكون يعني حرج للضروره الى حفظ الاموال في البنوك الان، لان بعض الناس اوضاعه في بيته وترك المال في بيته يخشى عليه الذهاب والسرقه. الحاصل انه اذا كانت الضروره جعل المال عندهم للضروره ولم يرد فائده من ذلك فلا شيء والراجل ما لا الراجل والسبيعي واسبابه لا حول ولا قوه الا بالله. ما مدى الا خيرا.